الله أكبر الله أكبر. الدمار الذي خلفته كلاب الأسد في حي الخالدية. الله أكبر الله أكبر. تساقط قذائف الهاون كالمطر على الأحياء، مما أدى إلى تدمير قسم كبير من المنازل. حمص الخالدية. نلاحظ إطلاق النار الذي لا يتوقف على المنازل الآمنة وعلى العائلات وعلى العزة من الأطفال والنساء والشيوخ. حمص حي الخالدية.